وهذا كلام خطير خطير خطير. أتمنى أن يصل إلى من يشملهم هذا الكلام، يصل إلى مسامعهم حتى يعرفون قدرهم في الواقع. يقول علي عليه السلام: إن أعظم الخيانة خيانة الأمة. إن أعظم الخيانة، أعظم الخيانة، خيانة شنو؟ الأمة. خيانة الأمة. هسه خيانة الأمة شلون؟ باختصار، مرة واحد يعرض أمن المسلمين للخطر، يعني أكو فد ثغرة موجودة مرتبطة بجماعة من المسلمين من شيعة أهل البيت في مكان ما، وأنا أعيش بذاك المكان وياهم، وأروح أدل عدوي على تلك الثغرة اللي من خلالها يأذي تلك الجماعة. هاي خيانة أمة. علي بن أبي طالب يقول هاي أعظم الخيانة. هذا من جانب. من جانب آخر، لا والله، مسؤول يقود أمة من خلال المسؤولية اللي هو يمتلكها العدة، حاكم والأمة تنقاد إليه ويخونها، يخونها بفساده، بعدم مبالاته، بعدم احترامه للأمة. علي بن أبي طالب يقول هاي أعظم الخيانة، خيانة الأمة.